نعم، حياك الله حسين. حياك الله وليد، ما هي آخر تفاصيل لديك؟ نستمع إلى أنس. إلى الآن لا يوجد هنالك التزام من المجموعات الإرهابية باتفاق التهدئة، تفضل. نعم حسين، كما ذكر زميل أنس رمضان، هذا المعبر أيضا كباقي المعبر، معبر بستان القصر وباقي المعابر الأخرى التي خصصت من قبل الحكومة السورية، حتى لحظات لا إشارة لا أي ردة فعل من قبل المسلحين داخل الأحياء الشرقية، سوى الأخبار التي تصل والتي تتحدث عن منع الفصائل المسلحة المتواجدة هنالك، عن يعني عدم عن قيامهم بممانعة المدنيين من الوصول إلى المعابر الإنسانية. حتى لحظات القيادة هي متواجدة على هذا المعبر ومجهزة يعني لإتمام كافة التجهيزات اللوجستية والتي هي متواجدة بالفعل، لندى عدسة الإخبارية السورية تنتقل إلى هذا المحور، وبالتحديد نتابع واقع الجهوزية العالية والمتواجدة عند طريق الكاستيلو. أيضا نتحدث قليلا عن ما يحصل داخل الأحياء الشرقية، هنالك تصعيد إرهابي من قبل المسلحين، هذا المحور المتواجدين عليه الآن طريق الكاستيلو، مساء شهد هجوم من قبل المسلحين على محيطه باتجاه النقاط الأخرى، مزارع الملاح، وتم التصدي له. إذن نحن يعني نتحدث عن معبر هو معبر مخصص لإخراج المسلحين، وأيضا المسلحين يقومون بالهجمات. هنا نتحدث أيضا حسين عن عدم وجود لأي يعني ممثلية تابعة للأمم المتحدة وغيرها أيضا من المنظمات الإغاثية أو الإنسانية عند هذه المعابر. وهنا لابد أن نستنتج شيئا واحدا، بأن إذا لم تكن الأمم المتحدة بممثليها وموظفيها متواجدين هنا، فهي لها مشاركة في عدم خروج المسلحين من داخل الأحياء الشرقية. الوسيط المخصص عبر التواصل مع الأحياء الشرقية وبالتحديد المناطق المتواجدة بعد هذا المعبر الذي يعني أزيل الساتر من خلال وحدات الهندسة صباح اليوم، أي كل يوم وحدات الهندسة تقوم بإزالة السواتر من تمام الساعة 8 صباحا وحتى 7 مساء، كما القرار الذي اتخذ من قبل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وهنا نتحدث الألغام يعني فتح الطرق والمعابر لدخول السيارات وخروجها من الأحياء الشرقية. النقاط المتواجدة داخل الأحياء الشرقية وعبر الوسيط كنت أذكر لك حسين بأنه عندما أتى لم يجلب معه أي أخبار تذكر عن خروج، سواء كان للمسلحين أو المدنيين أو الحالات الإنسانية المتواجدة داخل المناطق القريبة مننا، مناطق مساكن هنانو وأبعيدين والهلك والشعار ومناطق الصاخور وغيرها من المناطق هي القريبة إلى هذا المعبر بالتحديد. أيضا نتحدث عن قيام الفصائل المسلحة بإعدام، يعني تضارب هذا الخبر عن قيام المجموعات المسلحة وجبهة النصرة بالتحديد عن إعدام عدد من المدنيين داخل المدينة القديمة من الأحياء الشرقية يوم أمس، على خلفية يعني عبورهم أو ذهابهم إلى أحد المعابر الإنسانية التي خصصت من قبل الحكومة السورية. إذن حسين حتى اللحظات من هذا المعبر، ولكن قبل ذلك دعنا نذكر بأن القيادة هي متواجدة بكافة أجهزتها الأمنية وقوى الأمن الداخلي وغيره، ونحن ككادر الإخبارية يعني مع زملائنا حتى الزميل أحمد صادق أيضا متواجدين على هذا المعبر لنرصد حركة العبور من وإلى الأحياء الشرقية. وحتى اللحظات أؤكد بأنه لا إشارة ولا أي ردة فعل من قبل المسلحين المتواجدين داخل الأحياء الشرقية. هذا كل ما لدي حتى اللحظات حسين، على أمل أن نعود في رسائل قادمة. نعم حسين، شكرا لك وليد، وشكرا لأنس وأحمد وكل الفريق الهندسي والفني المتواجدين معكم في